بون الاصدقاء، تحيه للجميع، تبارك الله عليكم. اليوم نهار جديد في الجوطيه ديال القصر الكبير. هذا النهار الجمعه، نحاولوا نصوروا معكم شنو داير لي مبسوط. قلتي بعتيها ب 100 درهم هي خطيه ما عرفتش والله الا فيك على اجي العافيه الله يستر زعما زعما قرينا ايوا بوني حالا دوني كانوا كبارين ما إلا واعرة شو شو يتشوى واعرة قاعد موين شوف هي كتبر فيها كل شيء دك السيكن دي الكرارس الخضرة تقدر الخضرة اللي هنا شطرة شوف هي كرارس الخضرة
تطور من الطبيعي. شحال دايره هذه؟ 40. انت كتصور انا؟ اه. ولا تشرب علينا من المرينا؟ لا لا آه. كنصور شحال من ايام دابا؟ كنشرب في اليوتيوب صافي. الله يسلمك. انا معاكم احنا كنفرشوا هنا. وانت احنا معاكم. ما يمكنش يجري عليك حتى يشوف لك البديل. فين يديك؟ انت يجري عليك في هذا الشيء. لا هما باغيين يديروا الحل لكلشي. شنو؟ غيديروا الحل لكلشي ان شاء الله. والله يفرجها خويا وصافي. الله يسر. غيديروا الحل لكلشي. لا 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 البيع والشراء البيع والشراء. السوق عليه هذيك النهار عاد جلسنا مع الباشا راه هضرنا على هذا الشيء هذا. ما بقى حتى شي بيع وشراء على برا. الوجوه الوجه لا وانا كنت تشوفني كي داير لا ها هنا شعر هو ضروري صورت برشلونه كامله فرنسا كامله عمر شويه غير معايا والله العظيم هذه شي 15 يوم والسوق كامبياس الجنوبيه تاع كامبياس السوق البرسلونة كبير صورته كامل ها السلعة وانا كنت سمعتها من عند شي واحد غير السلعة ها السلعة ما كتصوروش صورت هاي عادية هذه فين ما مشيت لا هانية ولا خير شفتوا المشاكل اللي كنلقاو هادشي علاش كنقول لكم راه صعيب صغير ولكن ما كت احسن لكم عام كنبغيو شي نصوروا صافي صعيب مشاكل يلا تفرجوا